طيب اليوم بدنا نبدا نحكي في اول محاضره في البايثون او في برمجه الوسائط واحد. زي ما ذكرت لكم المصادر تبعت المساق موجوده على الرابط هذا في مقال اسمه برمجه الوسائط واحد. طيب هتلاقي في محاضرات الباوربوينت اللي انا بشرح منها، هنبدا اليوم في اول محاضره. ان احنا فعليا ليش بنحتاج البرامج؟ ليش بنحتاج البرامج؟ هل فعلا احنا محتاجين برامج؟ فايش بنحتاجها؟ بس عشان الالعاب؟ تنظيم بيانات، تسهيل معلومات، بتسهل عمليات. ايوه ايش كمان؟ للهكر. يعني برمجة معمولة بس على الهكر؟ للتعليم. عشان نقدر نتواصل بيننا وبين ايش؟ هذه لغة البرمجة، لغة البرمجة، بس أنا بحكي على البرامج. تمام؟ أنت فاهم السؤال كويس؟ السؤال بيقول، امنع الصوت يا أستاذ اللي هناك في الخلف. السؤال بيقول إنه إحنا ليش بنحتاج برامج؟ هل فعلاً إنه إحنا يعني إنه في يعني بحاجة ضرورية للبرامج؟ أنتوا صرتوا تقولوا إنه بتسهل عمليات، ممكن نستخدمها للألعاب، ممكن إنه بدك تستوعب إنه الأجهزة اللي موجودة حوالينا الآن معظمها صارت قابلة للبرمجة. تمام؟ فعشان هيك الطلب على البرامج كتير كبير. طلب على البرامج كتير كبير. أنت فعلياً تستخدم في البيت أجهزة ومش عارف إنه هي فعلياً بتشتغل من خلال برامج. زي إيش مثلاً؟ زي الميكروويف؟ ممكن نوعا ما. هو البرامج ممكن نحن نقسمها لجزئين، انه برامج بتشتغل على اي سي زي الميكروويف والثلاجة والغسالة، بتشتغل من خلال برنامج معين، انه في الغسالة انه في عدد لفات معينة. تمام؟ وبعديها برنامج انه اول بتحط مية، بعديها بتخلط الصابونة، بعديها بتعصر، بعد خطوات محددة. والثلاجة انت عندك انه بتشتغل وبتطفي على حسب درجة الحرارة اللي جوا الثلاجة. هذه كلها بتشتغل بكنترولرز او باي سي قابلة للبرمجة. لكن انا بحكي على جهاز انه انت بتكتب له برنامج عادي زي البرامج، يعني برنامج انه انت ممكن تسوي اشي زيه. زي ايش مثلا؟ زي الريسيفر. الريسيفر اللي انت بتستخدمه في البيت حتى لو كان قديم، ريسيفر انالوج، هو فعليا عبارة عن جهاز وفي عليه برنامج. برنامج هذا وظيفته انه يبحث لك على المحطات وتقلب بين المحطات. تمام؟ فعشان هيك الطلب على البرامج والمبرمجين عالي جدا. الطلب على البرامج والمبرمجين في طلب عالي كثير عليهم، وهي من الوظائف اللي بتجيب لك فلوس كتير كويس. طيب ايش في شغلات انا عندي صارت قابلة للبرمجة حواليا؟ يعني هذه الشغلات صارت بازدياد. انا بحكيش على الشغلات زي اللابتوب والجوال والشغلات هذه. صار في عندي شغلات زي الساعة مثلا. ساعة صارت انه هي عبارة عن جهاز قابل للبرمجة، ممكن انه انت تبرمجه. ايش كمان لحقه؟ نظارة. غير التلفزيون كمان، النظارة. تمام؟ ممكن تصير في عندك جاكيتة ذكية، في عندك حذاء ذكي. تمام؟ فبالتالي الأجهزة اللي حوالينا
شباب اي حدا ماسك القلم وقاعد بتكتك يسيبه ويحطه تحت. الاجهزة اللي حوالينا وعمالها انه صارت انه قابلة للبرمجة بتزداد. طيب بدنا نعرف الكمبيوتر، شو تعريف الكمبيوتر؟ مين يقول لي شو تعريف الكمبيوتر؟ ايش اساس؟ الكمبيوتر عبارة عن هاردوير وسوفتوير. مظبوط هذا الكلام. بس في حدا عنده تعريف ثاني؟ جهاز الكتروني بكهرب؟ غير هيك؟ يعني هاردوير وسوفتوير بس بتقوم منها بوظائف محددة. على محاسبة الجهاز يستخدم نوع معين من المجالات، ألعاب يعني أنا ما حكيت لك إيش فيه ما يستخدم، أقول لك إيش هو عرفت إياه نعرف أول عشان نعرف إيش يستخدم. طيب أنا بدي أعطي لك تعريف أول مرة يمر عليك، تعريف كلمتين بس ببساطة وبصراحة. جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز غبي. ببساطة الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز غبي. ليش؟ لأنه هو نفسه إنه هو يعمل شغلة مفيدة بس مش عارف، فبدهن حدا يديله التعليمات. تمام؟ دائماً بضلوا يسألك هنا، what next، تديله تعليم سوي لي هيك، بعرفش ايش يسوي بعدين، فبدك تديله تعليمات. مين اللي بده يديله تعليمات؟ المستخدم. المبرمج هو اللي بده يديله هاي التعليمات. ففعلياً انت بدك تفكر حالك كمبرمج انه انت عبارة عن شخص بتدي تعليمات لجهاز الكمبيوتر انه تعرفه كيف يتصرف. تمام؟ ففعليا هذا السي بي يو زي ما انت شايف هاي حجمه هالقد. لو انت ما شفتش سي بي يو يعني قبل هيك انه حجمه هالقد صغير. معالج. تمام؟ هنحكي عنه الان. انه هو بينفذ التعليمات، هو فعليا بينفذ، بس هو مش عارف يعني انه بده حدا يديله التعليمات، فالمبرمج هو اللي بيديله التعليمات. طيب لو انت فكرت قديش عدد سكان الارض؟ 7 مليار. قديش منهم حاملين جوالات؟ 4.5. يعني كلهم عدا مليار حاملين جوالات؟ 4.5. انت متفائل كثير. 4.5 3 يعني حوالين 3 مليار. تمام؟ حوالين 3 مليار. طيب هاجيت اكثر اجهزه شائعه انا ايش عندي؟ اجهزه الايفون والاندرويد. فانت حاول تتخيل معايا، انت في عندك حوالي 3 مليار مستخدم، وحجم التطبيقات الموجوده في المتجر تبع يعني تبع الاي او اس او تبع ابل قديش؟ وانت مغمض قول بالملايين. وحجم عدد البرامج اللي موجودة في متجر جوجل قديش؟ برضو بالملايين. فبالتالي انت متخيل قديش الطلب على البرمجيات والطلب على المبرمجين؟ كيف؟
ما هو انت لما تيجي تنزل بدك تنزل برنامج انه تشوفه انه عليه تقييم كويس، بيكون يعني لا بديش اقول جهاز ضارب، بس انت في عندك انه يعني انه يعني في بعض البرامج بتكونش متوافقه مع كل الاجهزه. طيب فجيت انت فعليا بدك تفكر انه تخيل انه انت في عندك برنامج نازل على المتجر، انه انت نجحت وقدرت انه انت تعمل برنامج مفيد ينزل على المتجر، قديش ممكن يكون في مستخدم؟ كتير صح؟ لانه احنا حكينا انه تقريبا نص سكان الارض عندهم جوالات، وفي انت عندك متجر جوجل ومتجر اي او اس، متجر ابل، فبالتالي انه ممكن انه البرنامج تبعك انه ينزلوا اشخاص كتير. فانت كمبرمج بدك كتير تفكر انه فعليا البرامج هذه انه بتجيب لك فلوس كتير، زي ما حكينا في الاول انه هي من الوظائف اللي عليها طلب عالي، تمام، وانه بترجع لك مردود فلوس كتير كويس. انا بحكيش هنا عن شركات محلية، بحكي عن شركات انت ممكن تشتغل فيها عن بعد، تمام، او كفريلانسر، لانه فعلا الطلب على المبرمجين كتير عالي. او انه انت ممكن تعمل برامج الك لنفسك انت تمتلكها وتنزلها على المتجر. لو البرنامج هذا بعته بدولار ونزله 100,000 مستخدم، ده كتير تفكر زي هيك، تمام؟ بديش اقول لك انه الثلاثة مليار اللي بيستخدم اللي عندهم اجهزة انه كلهم ينزلوه، ولا مليون حتى كمان، بس 100,000، بلاش 100,000، 10,000 ينزلوا البرنامج تبعك. انت بتلاقي في ناس كتيرة انه عندها استعداد تدفع دولار في البرنامج، قديش الدولار؟ 3.5، 3.5 شيكل، عندها استعداد انه هي انا عندي استعداد ادفع دولار لبرنامج بيأدي وظيفة يعني بيساعدني انه هو اخلص الشغل تبعي، ولا حاجة، تشتري فيها شوكولاتة، تمام؟ بيكون بربح بطريقة تانية، في نموذج عن طريق الإعلانات برضو بترجع لك دخل، برضو بترجع لك دخل، بس الفكرة في الموضوع أنه أنا بدي إياك تقلب التفكير تبعك، غير مكانك يا أستاذ، غير مكانك، غير مكانك، بدي إياك تقلب التفكير تبعك أنه أنت تعمل برامج معناها حتجيب لك فلوس، تمام؟ هي هيك من الآخر، تكتب برامج حتجيب لك فلوس، بس الفكرة الآن أنه أنت تكتب برنامج كويس وتكون فكرته كويسة، تمام؟ طيب نعم، نعرف الفرق بين اليوزر والبروغرامر. أنت لغاية حديت مبارح كنت يوزر، مستخدم عادي، أو ممكن نسميه إحنا end user. الـ end user معناها المستخدم النهائي، الشخص اللي بيستخدم من في النهاية البرنامج، لأنه في البرامج فيه له مراحل تطوير، تمام؟ آخر مرحلة المستخدم النهائي هو حيستخدم البرنامج هذا. تمام؟ أنت الآن خلاص بطلت مستخدم نهائي، صرت متخصص، صرت مبرمج. يفترض أنه أنت بتعرف تكتب، تكتب كود أو تكتب برامج. عدي بأخذ اسمك، هل جيت آخر المحاضرة؟ لا ولا حاجة. مين اللي ران جواله؟ خلاص عدي بأخذ اسمك، ولا حاجة. Thank you.
فأنت الآن للأسف بطلت مستخدم عادي، صرت إيش؟ مبرمج. حقيت إيش الفرق بيناتهم؟ المبرمج كيف بيشوف الكمبيوتر؟ هو فعليا بيشوفه هو عبارة عن مجموعة من الأدوات بيستخدمها، زي إيش مثلا؟ الوورد بروسيسور. إيش هذا الوورد بروسيسور؟ هذا مصطلح بيطلق على برامج الأوفيس، معالجة النصوص. وورد بروسيسور معالجة النصوص. إيش يعني معالجة النصوص؟ إنه أنت بتكتب نص وبتعمل له تنسيق، هذا بيروح على اليمين، هذا بتروح على الشمال، هذا بتلونه. فالمستخدم العادي بيشوف الكمبيوتر إنه هو بيستخدمه في هاي الأشياء، بيكتب تقارير. إيش كمان؟ سبريد شيت، جداول إلكترونية، إكسل. إيش كمان؟ برامج الخرائط، إنه هو بده يروح من مكان لمكان تاني، بده يدله البرنامج هذا على الخريطة كيف يتحرك من هنا للمكتبة أو لأقرب مطعم بيتزا. فهو فعلياً بشوف الكمبيوتر عبارة عن مجموعة من الأدوات، لكن المبرمج هو فعلياً بيعلم الكمبيوتر كيف يسوي الأشياء، لأنه زي ما حكينا أنه المبرمج هو بعطي له تعليمات. فأنت بدي إياك تغير نظرتك الآن للكمبيوتر، أنه أنت الكمبيوتر هذا أنت بتديه تعليمات. حاجات هذه التعليمات إحنا حناخدها هالجيت، حنكتب كود خلال الكورس وتقول له إذا كان كذا أعمل كذا، وإذا كان صدفت كذا سوي كذا، تدي له تعليمات. فبدك تنظر للكمبيوتر أنه أنت بتوريه كيف أنه هو يتصرف، تمام؟ من خلال إيش؟ لغة كمبيوتر، لغة برمجة، تمام؟ ليش تكون مبرمج؟ ببساطة هذاك بنظر انه هو مجموعة من الأدوات، اما الثاني بنظر انه هو فعليا بده تعليمات للكمبيوتر. ليش تكون مبرمج؟ فعليا انت ممكن تكون مبرمج في عدة يعني عدة اشياء، عدة حالات انه انت ممكن تكون تحتاج انه تكون مبرمج. الحالة الاولى ذكرناها قبل شوية، انه انت بدك تتطلع على كتابة الكود انه هي بتجيب لك فلوس، والحسبة اللي قلت لك اياها قبل شوية بدك تكون مركزة على ذهنك انه انت في عندك حوالي نص سكان الارض عندهم جوالات، تمام؟ بدك تفكر انه بدي اخذ لي حصة صغيرة منه، بدي اخذ لي 10,000 او 100,000 واربح، يا اما من خلال اعلانات او من خلال انه اخلي البرنامج تبع الدولار ثمن زهيد، بلاش دولار خليه بنص دولار، تمام؟ فبدك تطلع انه انت هذه سبب من اسباب انه انت تكون مبرمج. سبب ثاني انه انت فعليا ممكن انه تخلص بعض المهام اللي عندك اللي ممكن نعتبرها انه هي مملة، زي المثال انا ضربت لك اياه المحاضرة الفاتت، انه انت بدك تجمع الايميلات تبعت الشركات، بدل ما تجمعه بشكل يدوي بتكتب لك كود بروح بيجمع لك اياهم كل. او انه انت تعمل برنامج خاص فيك، مش بالضرورة يكون على الموبايل، زي مثلا هذا البرنامج ساكاي. ايش هذا البرنامج؟ هذا عبارة عن برنامج للتعليم الالكتروني مثل المودل بالضبط. سمعت في المودل اكيد صح؟ هو عبارة عن منصة للتعليم الالكتروني بنستخدمه هنا عنا في الجامعة. فساكاي انت ممكن تعمل منصة للتعليم الالكتروني خاصة فيك، فبالتالي انت محتاج انه تكون مبرمج عشان تعمل الشغلة هذه. بلاش تعمله من الصفر، ممكن انه انت تعدل عليه عشان انت تحسن الاداء تبعه، تعمل فيكس للبرفورمانس، لانه انت بدك تكون تعرف ايش انواع البرمجيات انا موجودة عندي. ايش انواع البرمجيات؟ في عندي نوعين، في عندي open source و closed source، هاي حكتب لك اياهم هنا.
برمجيات مفتوحة المصدر انه انت فعليا البرنامج الكود المصدري تبعه متاح لك انه انت تتطلع عليه، ومش بس تتطلع عليه ممكن تعدل عليه كمان، وفي برامج كتيرة من هالنوع. في المقابل في عندك برامج السورس كود تبعها او الكود تبعها مش متاح. ايش متاح؟ متاح اللي هو البرنامج التنفيذي تبعها، زي الوورد مثلا. الوورد انت متاح انه انت تاخذ الوورد وتنزله عندك وتشغله، لكن هل تقدر تشوف ايش الكود تبعه؟ كيف تمت برمجته؟ لا. تمام؟ فبالتالي هاي النوعين من البرمجيات، هذا منتشر وهذا منتشر. تمام؟ فالان ممكن انه انت تطلع على هذه الجزئيه اللي هي الاوبن سورس بروجرامز او سوفت وير، وتحتاج انه انت تعدل جزئيه معينه فيها، فبالتالي انه انت ممكن انه انت تحسن على ادائه، او انه انت يعني تضيف فيه شغله معينه. وهذه الشغله شائعه، انه انت عندك بدل ما انت تخترع العجله من الصفر، بتروح بتشوف اوبن سورس سوفت وير، تمام، بتشوف ايش ناقصه وبتروح بتعمل عليه هذه الاضافات، تعمل عليه هذه الاضافات. لازم يكون مفتوح المصدر. كيف؟ لا، الاضافات انه مثلا انه في عندك شغلات كتيرة انه انت ممكن تسويها كاضافات. يعني ايش مثلا؟ انا عندي هاي المستعرض هذا، تمام؟ هاي انت عندك شريط هذا في انه بيعرض لك زي هيك، ممكن احط في المنطقة هذه اعمل اضافة تظهر لي معلومات الطقس. هذه عبارة عن اضافة، تعدل على البراوزر وتخلي في المنطقة هذه يعرض عندك معلومات الطقس، شغلات زي هيك يعني. تمام؟ فبالتالي نلخص الحالات هذه، ليش ممكن تكون مبرمج؟ ألخص لك إياها هاي وفي الثلاث أشياء هاي. يبقى رقم واحد، عشان تكسب فلوس. رقم اثنين، انه انت تخلص اشياء في شغلك انه مملة روتينية تروح تكتب لها كود انه هي تخلص لك اياه. رقم ثلاثة، انه انت تعدل على open source software بحيث انه انت تضيف ميزات جديدة، features جديدة، اضافات. تمام؟ أيوة يا أستاذ، النقطة الثانية، النقطة الثانية الثالثة يا أستاذ، إنه أنت في عندك برامج مفتوحة المصدر كتير، تمام؟ زي هذا البرنامج، هذا البرنامج اسمه ليبر أوفيس، هذا البرنامج اسمه ليبر أوفيس، زي الأوفيس بالضبط بس مفتوح المصدر، ممكن تشوف الكود تبعه كيف. هجيت انت بدك تضيف اضافه هنا مثلا، بدك تضيف اضافه هنا، فممكن انه انت تعدل على الكود تبعه وتروح تدمجه مع هذا السوفت وير.
فبالتالي لازم تكون مبرمج عشان تقدر تسوي الشغلة هذه. تمام؟ مين كمان عنده سؤال هناك؟ أيوة. هذول الثلاثة؟ ليش لازم أنت تكون مبرمج؟ فبالتالي أنت ممكن تكون مبرمج عشان تكسب فلوس بالحسبة اللي إحنا حكيناها. أو إنه أنت يعني بتكاش إنه أنت تكسب فلوس بس فعلياً عندك شغل تحتاج إنه أنت تعمل له أتمتة فبتكتب له كود عشان تخلصه بسرعة. أو إنه أنت محتاج إنه أنت تعدل على برنامج already موجود. بس لازم بشرط إنه يكون هذا البرنامج open source. كمان مرة. يا إما عشان تكسب فلوس يا إما عشان تخلص المهام تبعتك تعملها أتمتة يا إما إنه أنت بدك تضيف على برنامج already موجود، برنامج موجود بالفعل بس بدك تضيف عليه إضافات. أكيد عشان تضيف عليه إضافات لازم يكون البرنامج هذا مفتوح المصدر عشان تعدل على الكود تبعك. تمام؟ خليه إيش؟ ما إلها ساعة مفتوحة. لا ليش لازم تكون مبرمج؟ ما هيني بحكي لك بالعربي، هيني بحكي بالعربي. لا امنع الصوت يا استاذ. هحط لك اياه ماشي خلاص امنع الصوت. طيب واضحة الأمور لغاية الآن؟ طيب نيجي نحكي الآن على مكونات الحاسوب، مكونات جهاز الكمبيوتر، وتحديدا هنا بنحكي على الهارد وير كومبوننتس. هاي مكونات الهاردوير. هاردوير اختصار، او الـ HW هي عبارة عن اختصار لهاردوير. هاردوير هي المكونات المادية. ايش المكونات المادية؟ زي الشاشة والكيبورد والماوس والمذربورد والسي بي يو والميموري. ايش الشغلات اللي مش ملموسة؟ اللي هي السوفتوير. هكي تخلي بالك، اي كمبيوتر في العالم مهما كان، اي كمبيوتر في العالم فيه له ثلاث مكونات. ايش هي؟ سي بي يو، تمام، والمكون الثاني اللي هو الميموري، والثالث هو الاي او I/O. هي عبارة input output. input output. مدخلات ومخرجات. يبقى المكون الأول هو عبارة عن المعالج، المكون الثاني الذاكرة، المكون الثالث وحدات الإدخال والإخراج. وهيك التفاعل. فيش تفاعل مباشر بين السي بي يو والاي او. ايش وظيفه السي بي يو؟ فعليا هو بينفذ التعليمات، والتعليمات هذه في النهايه كيف شكلها؟ عباره عن عمليات حسابيه، جمع، طرح، ضرب، قسمه، وعمليات منطقيه.
هذول شغلتين، عمليات حسابية ومنطقية. الحسابية جمع وضرب وقسم وطرح. منطقية هي عبارة عن أكبر من، أصغر من، أكبر من أو يساوي إلى آخره، بالإضافة للأند والأور والإكس أور وهاي الشغلات كلها. هذه كلها عمليات منطقية. وخلي بالك أي شغلة أنت بتسويها على الحاسوب تضغط على زر في النهاية راح يتحول لعمليات حسابية ومنطقية. أنت بتقول له إنه اضغط على زر تحديث، فأنت بتقول إذا ضغط المستخدم على زر تحديث روح جيب لي معلومات الطقس الجديدة وعرض لي إياها على الشاشة. فبالتالي هي عبارة عن عمليات منطقية، لأنه بتقول إذا ضغط المستخدم على كذا فبتروح إنه أنت بتنفذ هذا التعليم. تمام؟ إيش يا أستاذ؟ ما هذه هي ناتج العمليات المنطقية. أنت بتقول إذا كان كذا أكبر من كذا إيش الناتج تبعها، ترو أو فورس. طيب كمان مرة بأكد، هذا أي كمبيوتر في العالم. إحنا حكينا عن الريسيفر صح؟ الريسيفر فيه سي بي يو وميموري وآي أو. أضيف لك شغلة تانية غير الريسيفر، الراوتر اللي عندك في البيت. الراوتر هو عبارة عن جهاز كمبيوتر فيه سي بي يو وميموري وآي أو وعليه نظام تشغيل خاص. إيش الوظيفة تبعته؟ بيأدي وظيفة محددة، بعمل لك روتينج. روتينج، روتينج لا، بوجه الباكت تبعتك على الانترنت، يعني البيانات اللي على الشبكة بروح بوجهها على الانترنت، بوزعها على الأجهزة. تمام؟ طيب إيش الذاكرة؟ أنا بحتاج لمكان إنه أنا أتعامل مع إنه من وين أنا حجيب التعليمات، لازم تكون موجودة في مكان اللي هو الميموري. هذه شغلة. يبقى الميموري هنا بتحتوي على إيش؟ على الانستركشنز. الانستركشن هاي الاختصار تبعها انس، تعليمات. تمام؟ ايش كذلك؟ الاي او بطيء جدا، الاي او بطيء جدا والمعالج سريع جدا. ايش الفائدة؟ انه انت زودت بشكل كبير في سرعة المعالج والاي او انت عندك بطيء. فهل الاي او بيقدر يلحق سرعة المعالج ولا المعالج حينزل للاي او؟ المعالج حينزل للاي او، فبالتالي انت فعليا مش مستفيد من السرعة تبعته. فبدنا مكان في النص انه بشكل سريع اتعامل معاه عشان انه اقلل فجوة السرعة بين المعالج والاي او. سجل هذه النقطة عندك، انه الذاكرة بالاضافة لتخزين التعليمات انه هي عبارة عن حلقة وصل لتقليل فجوة السرعة بين المعالج والآي أو، بين قوسين اللي هي أجهزة الإدخال والإخراج، عبارة عن حلقة وصل بين المعالج، عبارة عن حلقة وصل لتقليل فجوة السرعة بين المعالج والآي أو. أو بين المعالج إذا بدك تكتب يعني بالعربي بين المعالج وحدات الإدخال والإخراج. نعم؟ فجوة السرعة بين المعالج وحدات الإدخال والإخراج. يبقى هدول المكونات ضرورية. يبقى الملخص لغاية الآن إنه المعالج بيعمل عمليات حسابية ومنطقية. الذاكرة بتحتوي على التعليمات اللي بده ينفذها المعالج، بالإضافة إنه بتقلل فجوة السرعة بين المعالج والآي أو. طب الآي أو من اسمها وحدات إدخال وإخراج. إدخال وإخراج لإيش؟ بيانات. زي إيش مثلاً؟
كيبورد، كيبورد ادخال ولا اخراج؟ ادخال. والماوس؟ ادخال. والشاشة؟ طب لو كانت تاتش؟ ادخال واخراج الاثنين سوا. والطابعة؟ اخراج. هارد ديسك؟ ادخال واخراج. اي حاجة بتقرأ وبتكتب منه بصير ادخال واخراج. فلاش بيجي تحت مع الهارد ديسك بغض النظر عن نوعه، سواء كان اس اس دي سواء كان هارد ديسك. تمام. فبالتالي الادخال والاخراج انه انت بتعمل ادخال للبيانات واخراج للبيانات اللي تمت معالجتها من المعالج من خلال هاي الاجهزه. كيف تتعامل مع المعالج؟ من خلال الذاكره. تمام. طيب حاجات هذا زي ما حكينا هو عبارة عن الهاردوير، بس فعليا جهاز الكمبيوتر مش هاردوير، فالكمبيوتر عبارة عن هاردوير وسوفتوير، لأنه هاردوير من غير برامج ملوش فايدة، بيشتغلش، والبرامج لازم تشتغل على هاردوير. فعشان هيك الكمبيوتر عبارة عن الشغلتين، عبارة عن هاردوير وسوفتوير. شوف انت وين كنت؟ كنت هنا. ايش بتستخدم؟ برامج زي الوورد، تستخدم تطبيقات على الجوال تبعك، او بتستخدم البراوزر، او بتلعب جيم. وين نزلت؟ نزلت هنا. فعليا انت بتكتب برامج عشان تتعامل مع الهاردوير تبع الجهاز، وهذا الاشي احنا فعلا حنشوفه. احنا حنطلب انه احنا نحجز مكان في الذاكرة بالبرمجة. بالبرمجة حقول له اكتب كود انه هذا المكان خزن لي اياه في الذاكرة، هذا الاشي خزن لي اياه في الهارد ديسك، اجمع لي هذه مع هذه. ففعليا لما اقول له اجمع لي هذه مع هذه انا بتعامل مع السي بي يو، ولما اقول له احجز لي مكان في الذاكرة انا بتعامل مع الرام، ولما اقول له اكتب لي هذا الملف على الديسك انا بتعامل مع الاي او. فبالتالي انا فعليا بتعامل مع الهاردوير. فبالتالي هنا بتعامل مع بيانات، بتعامل مع انفورميشن، معلومات. ايش الفرق بين البيانات والمعلومات؟ المعلومات هي بيانات تمت معالجتها، هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها. تمام؟ البيانات هي المعلومات هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها. تتعامل برضو كذلك مع الشبكات، ممكن تكتب برنامج زي الماسنجر وتروح بتدخل رسالة، تضغط انتر بروح بيتم ارسالها عبر الشبكة. فبالتالي المبرمج بتتعامل مع الشغلات هذه كلها، فبدك تنزل تفاصيل جوا الكمبيوتر انه انت تتعامل معها. تمام؟ طيب من نيجي الان لتعريف الكود البرنامج. لما احكي كود او سوفت وير او بروجرام هدول عباره عن مرادفات نفس الشغله. يبقى الكود او السوفت وير او البرنامج هي عبارة عن نفس الشغلة. شو تعريفها؟ البرنامج هو عبارة عن لغة، هو عبارة عن سلسلة من التعليمات، هو عبارة عن sequence of stored instructions. مش حكينا انه التعليمات مخزنة في الذاكرة عشان المعالج ينفذها؟ فالكود هو عبارة عن سلسلة من التعليمات. ببساطة سلسلة من التعليمات. حكيت هذه المصطلحات حتمر معاك في الأربع سنين. تمام؟ فعيني أنت هذا الكلام سجل عندك في الفيديو. أنا حكيت بسجل فيديو.
فأنا حكيت sequence of stored instruction، سلسلة من التعليمات المخزنة. فأنت بدك إنه المصطلحات التخصص اللي بتمر عليك بدك إنه أنت تمر عليها وتحفظها، لأنه حتتعامل معها طول الأربع سنين. تمام؟ بخصوص الامتحان في المادة هذه ممكن أكتب لك شو بيعني السؤال بالعربي، لكن بعد هيك بدك تعتمد على نفسك أكثر في المصطلحات. الجواب اكتب باللي بدك اياه مش مشكلة، بس السؤال عشان تفهمه. والكتب انت عندك في بقية المواد لأربع سنين بده يكون في عندك على الأقل تعرف المصطلحات المتعلقة بالتخصص، ضروري جدا. تمام؟ كيف؟ ما هما نفس الشغلة، هي مرادفات لبعض. السوفتوير هو عبارة عن كود، هو عبارة عن بروجرام. شو تعريفه؟ ببساطة هو عبارة عن سلسلة من التعليمات. طيب بدي اياك تطلع على البرنامج هذا، سلسلة التعليمات هذه انت اللي حتكتبها، انت اللي حتعملها. بدي اياك تكون النظرة تبعتك انه تطلع عليه انه هي عبارة عن piece of art، قطعة فنية. زي بيكاسو، ايش بيجي بقول لك انا والله عملت رسمت لك لوحة يعني تحفة، وانت نفس الاشي بدك تيجي تقول انا والله كتبت لك برنامج تحفة لوحده، بعرف برنامج يعني بعرف مكانك وين، وبقول لك انه تميل على الشارع اليمين او على الشارع الشمال. وإذا نسيت إنه أنت تشرب مية هو بروح بذكرك إنه أنت تشرب مية. برنامج تحفة. فبالتالي بدك تطلع على البرامج اللي أنت بدك تسويها إنه عبارة عن تحفة فنية، بدك تبدع فيها، هاي المقصود. البرمجة عبارة عن إبداع. طبعا أنت قديش تبدع في هذا الكورس أنت يعني أو في الكورسات البرمجة هذا بيعتمد عليك. الهدف انه انت تعرف الحد الادنى من البرمجة في هذا الكورس. لو كان في عندك ابداع في البرمجة هذا اشي كتير كويس، لانه فعليا ما تتطلعش على التخصص هذا انه وسائط انه تصميم بس، لا في شوية جزئية برمجة، والبرمجة انه ممكن تعتبرها عبارة عن تحف فنية. تمام؟ طيب حكيت هاي الشغلة، يمكن ما تكونش الرابط واضح عندك كتير، بس السلايدات حتكون موجودة عندك على الصفحة والرابط موجود عندك على الصفحة. هاي الرابط هنا هو فعليا أنا بحاول إنه أنا يعني أوضح لك شو معنات سلسلة من التعليمات. عندك هذا الكود، هذا عبارة عن سلحفاة. في السلحفاة هذا إيش نطلب منها؟ إنه هي موجودة في هذا المكان زي هيك، بنروح بنقولها انه تحركي لليمين خمس خطوات. تحركنا. طيب بعدين ايش اسوي؟ نيكست. بدك تديها تعليمة تانية، تحركي فوق 10 خطوات. طيب تحركنا 10 خطوات، بعدين ارجع لليمين سبع خطوات. هاي زي هيك، وبعتقد انه هاي الشغلة مرت عليك في السكراتش، في برنامج السكراتش اذا مر عليك في المدرسة، انه انت بتعطي، انت في عندك سلحفاة برضو او عبارة عن شغلة او ارنوب اعتقد الكاركتر، وبتدي له تعليمات انه تحرك يمين تحرك شمال، واذا كان كذا لف يمين، واذا كان كذا لف شمال. فهو بحاول انه يوصل لك منطق انه البرنامج عبارة عن سلسلة من التعليمات. بتصور الفكرة واضحة صح؟ طبعا هاي انه هنا بطبع على الشاشة بالالوان، هذه احلى انه هو فعليا انه بنطلب من السلحفاة انه هي ترسم دوائر. هي بتعرفش اللي ترسم دوائر،
من خلال الدوائر هذه بنقدر نرسم وجه، لانه فعليا الوجه هو عباره عن مجموعه من الدوائر الكبيره والصغيره. هاي دائره، يرسم العين هاي كمان دائره، البؤبؤ تبع العين هاي دائره، وهي العين الثانيه، وهي الفم. فبالتالي انت بتدي له تعليمات، ارسم لي دائره كبيره، بعديها روح لي على المكان هذا ارسم لي دائره اصغر، بعديها روح هنا ارسم لي دائره اصغر، سلسله من التعليمات. نعم، هي الكود شايفه. تمام. نعم. لا يا استاذ، انا بحاول اوصل لك فكره شو يعني سلسله من التعليمات. اذا وضحت الفكره خلاص هاي المطلوب منك. تمام. طيب شايف هذا الكود مبين عندك كثير؟ مش مبين. طيب الصوره هاي بدي اياك تحفظها في ذهنك، لانه انت حاليا مش فاهم ولا حاجه من الكود هذا. انا ايش حسوي بعد ما ناخذ من اكم من درس؟ بدي اروح ارجع اورجي لك هذا الكود، حيتضح منك حيتضح منه بعض الشيء. بعد كمان اكم من درس اورجي لك اياه برضه، حيوضح عندك اشياء ثانيه اكثر، لغايه مثلا في النهايه انه الكود هذا راح يكون مقروء بالنسبه لك مفهوم بشكل كامل. هذا انت بالنسبه لك الان انت بتشوفه عباره عن طلاسم. مش معناته انه انت تعلمت لغه برمجه معناها انه انت فعليا ممكن تكتب كود واضح. لا، فالشغلات الأساسية اللي احنا حنتعلمها في هذا الكورس كذلك انه انت بتكتب كود وانت بتكتب كود كذلك، والتنين الأكواد هدول صح، ولكن في كود مفهوم أكثر من الثاني. يبقى الهدف انت منك كمبرمج مش تكتب كود شغال، لا، بدك تكتب كود شغال ومفهوم، الشغلتين. واضحة النقطة؟ كمان مرة، انت مش مطلوب منك تكتب كود شغال بس، لا، مطلوب منك تكتب كود شغال ومقروء ومفهوم، لانه الشغله هذه اساسيه وضروريه في الاي تي، لانه في البرمجه احنا بنشتغل كفريق. شو الفايده انت تكون وحدك انت فاهم الكود؟ لا، لازم البقيه يكون عندهم القدره ان هم يقراوا الكود تبعك ويفهموه. وعشان هيك الاوبن سورس كود انه بيكتبوه بعنايه بحيث انه يكون مفهوم للكل. وانا اتحداك انه انت نفسك تكتب كود وتجي ترجع له بعد شهر، حتلاقي حالك ناسي كل حاجه. لكن اذا كتبته بطريقه مفهومه، حتى لو رجعت له بعد شهر، حتلاقي حالك انه انت يعني فاهم ايش الكود هذا بيسوي. تمام. يبقى كمان مره، مطلوب منك تكتب كود في هذا الكورس، حنتعلم هاي الشغلة، تكتب كود مفهوم، تكتب كود شغال ومفهوم. شغال انه ما فيش فيه اخطاء. مفهوم ممكن يكون شغال بس مش قادر افهم ايش بيسوي. لكن لما انت تبسطه بصير انه اي حدا ممكن يقرأه ويفهمه. طيب هنا حورجي لك بعض الهاردوير. هذا الجهاز ايش؟ حدا بيعرف هذا الجهاز ايش؟ مش مادر بورد ولا كارت شاشه ولا كارت صوت ولا ريسيفر ولا راوتر ولا شاشه تلفزيون. هذا عباره عن جهاز اسمه راسبيري باي.
راس بيري باي. قديش حجمه؟ حجمه على القد قد كف ايدي بالضبط. هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن جهاز كمبيوتر متكامل. جهاز كمبيوتر متكامل. ايش في هنا؟ هذا مخرج HDMI. عارف ال HDMI؟ تقدر تشوفه على الشاشة. وهنا هذا عبارة عن مدخل الشبكة، كيبل الشبكة، وهدول USB. تمام. وهنا الباور ممكن يشتغل على شو اسمه، على لا الباور عفوا. هنا هذا عبارة عن هدول التنين، هذا عبارة عن مدخل ومخرج للسماعة والمايكروفون. تمام. وين المعالج؟ هاي. والذاكرة، هدول ايش هما؟ البين كنترولرز، اسنان للتحكم. فعليا زي ما قلت لك هذا عبارة عن برنامج متكامل، ممكن ينزل عليه ويندوز او نظام تشغيل تاني اسمه لينكس، وتكتب عليه برامج بالبايثون وتقدر تتحكم بالاشياء. كيف ممكن تشبكها؟ الاشياء اللي بدك تتحكم فيها السنسورز، هيهم هدول في البنز هدول. يعني على سبيل المثال بدك تتحكم في اللمبة تضوي وتطفي لحالها اوتوماتيك، تقول له والله لما تخف درجة الاضاءة في المكان افتح اللمبة، واذا زادت جدة الاضاءة في المكان اطفيها لحالها لحالها اوتوماتيك. فبتروح بتجيب اللمبة وبتجيب كنترولر عشان يعمل يرسل إشارة إنه on و off لللمبة، وبتروح بتبرمجها بالبايثون. فبالتالي باستخدام لغة برمجة البايثون اللي أنت حتتعلمها، وباستخدام الجهاز هذا، عارف قديش حقه؟ عارف قديش حقه؟ $20 بس بيتشيك. باستخدام هدول الشغلتين، البايثون وجهاز زي هذا، بتسك مهندس الكهرباء. كمان مرة، بلغة البرمجة البايثون اللي انت حتتعلمها وجهاز ثمنه زهيد زي هذا، انت فعليا بتسك شغل مهندس الكهرباء. بنبطل محتاجين مهندس كهرباء. هاي من خلال البنز هدول تشبكهم عليه، تقدر تتحكم فيهم من خلال البرنامج. كيف؟ هذا جهاز متكامل. هاي بتشبك هنا في اليو اس بي كيبورد وماوس، وبتشوف الشاشة من خلال الاتش دي ام اي. خلاص جهاز كمبيوتر تتحكم فيه. ويندوز او لينكس، في نسخ منه تيجي ويندوز وفي نسخ تيجي لينكس. إله نظام تشغيل خاص وبيشتغل عليه بايثون. موجود. نحتاج لسنسور. تمام؟ شايف أنت إيش ممكن تسوي في البرمجة؟ بتسوي شغلات كتيرة. حلقيت خلاص، بطل شغل هندسة الكهرباء، بطل إلهم لازمة. لأنه بلغة برمجة سهلة مثل البايثون انت ممكن تسوي مثلهم بالضبط. تمام. طيب حكيت هاي الرسمة أنا شرحت لك إياها، شرحت لك إنه أنت في عندك المعالج وفي عندك الـ IO وفي عندك هاي الميموري. بس الميموري هنا مفصل فيها إيش؟ مين ميموري وسكندري، ذاكرة رئيسية وذاكرة ثانوية.
بهمني جدا انه انت تعرف الفرق بيناتهم. هي الانبوت ديفايس، هي ضرب لك امثله كيبورد ماوس تاتش سكرين. اوتبوت ديفايس زي سكرين شاشه سبيكر السماعه برينتر طابعه دي في دي بيرنر اللي هو الجهاز اللي بيكتب على دي في دي. طيب نيجي للمين ميموري والسكندري ميموري. هاي ايش الميزات تبعتها؟ فاست سريعه، سمول صغيره في الحجم، تمبراري ستوريج ذاكرتها مؤقته. ايش معنى ذلك؟ انه تفقد المعلومات في عند لما تعمل ريبوت اعاده تشغيل الجهاز. هذه بنسميها الرام. ايش المشكله تبعتها؟ انه غاليه الثمن، حجمها صغير، تفقد المعلومات لما تطفي الكهرباء. كيف تفقد المعلومات في حال طفيت الجهاز؟ بس انا بدي ذاكره انه انا كتبت التقرير، بدي انه انا اطفي الجهاز لما ارجع اشغله الاقي. فبدنا ذاكرة من نوع تاني. ايش الميزات تبعتها؟ حجمها كبير والتخزين تبعها دائم permanent storage. هاي نقدرش نسوي فيها انه التخزين تبعها انه يكون دائم، لانه ايش شغلتين بتناقضوا بعض. لو خليتها انه التخزين تبعها دائم تفقد سرعة من سرعتها. بدك السرعة؟ لا، بدك تخلي انه ما تحفظش التخزين او تحفظش البيانات عند انقطاع الكهرباء. فعشان هيك التنين بيكملوا بعض. بدك اشي يحفظ المعلومات بعد ما تطفي الجهاز، بده يكون سرعته ابطا وبده يكون حجمه اكبر. تمام؟ فعشان هيك هدول التنين احنا بنحتاجهم. اليوم عبارة عن الهارد ديسك والرام. الهارد ديسك والرام، يبقى هذا هو هاي الديسك وهذا هو الرام. فصل لي الرام الذاكرة الأساسية، الديسك الذاكرة الثانوية. الفرق بيناتهم من ناحية السرعة، من ناحية الحجم، من ناحية التخزين كان دائم أو مؤقت. تمام؟ طيب واضحة الأمور لغاية الآن؟ في حد عنده سؤال؟ خلينا نتوقف هنا نكمل محاضرة جديدة.